قال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل المهندس مصطفى عقيل الشيخ أن تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة لأكثر من 15 عاماً يعبر عن التزام مملكة البحرين لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم، وهو النهج الثابت الذي تتبناه الحكومة ضمن منظومة القيم الإنسانية التي جعلت من المملكة في مصاف الدول المتقدمة في الحفاظ على حقوق العمال وتأمين سلامتهم في بيئة العمل. نعم، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية في وزارة العمل أوضح أن الوزارة قد وضعت خطة متكاملة لتغطية مواقع العمل في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن القرار المذكور يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية ما عدا قطاع النفط والغاز، بالإضافة لاستثناء أعمال الصيانة الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، شريطة أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العمال من أضرار أشعة الشمس، مشيرا إلى أن معدل الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى قد شهدت انخفاضا ملحوظا منذ تطبيق القرار، والذي ساهم في الحفاظ على الموارد البشرية.